السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة نونا كروشيه، معاكم نورهان النشار. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض جوانتي بشكل باتمان. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، كله بيعتمد على غرزة النص عمود وغرزة العمود، وده يبقى تطبيق لدرس النص عمود وللعمود للمبتدئين. ان شاء الله هنعمله مع بعض بشكل باتمان لعمر 4 سنين. في خلال الفيديو ان شاء الله هوريكم ازاي نعمله لعمر اكبر من كده، ونعمل الجزء ده برضو لعمر اكبر من كده بحيث يناسب مقاس الجوانتي اللي احنا هنشتغل عليه. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، ما تنسيش تشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا اي اسئله واستفسارات اكتبوها لي في الكومنتات او ابعتها لي على رسائل الصفحه. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، نوع الخيط اللي انا هشتغل بيه هو خيط هيمالايا، واحتاج معاه ابره رقم 2.5. عندي هنا الجوانتي هشتغل من 3 الوان دول، لان دي الالوان اللي بتاعه شخصيه الكرتون شخصيه باتمان، فبالتالي انا محتاجه ان انا لون رمادي واصفر واسود، تمام. وهحتاج مقص، وهحتاج ابره للخياطه، وهحتاج قماش جوخ. هنعمل بيه ايه قماش الجوخ؟ هنعمل بيه شكل باتمان بالشكل ده. بصوا دي كده الجوانتي اللي احنا هنعمله دلوقتي. هحتاج جوخ عشان اعمل الرسمه دي، يعني كده هنقصها اهو على قماش الجوخ عشان نلزقها، تمام. انا هنا الجوانتي ده هعمله للمبتدئين، فانا مش عايزه اعمل الجزء ده بالتابستري، هيبقى صعب ومرهق جدا ليهم عشان خاطر نطلع الشكل ده. فعشان خاطر نطلعه بصورة اسهل، هنعمل الجزء البيضاوي ده مع بعضينا بالخيط، لكن الجزء بتاع باتمان ده هشتغله ان انا هقصه على قماش جوخ والزقه، تمام. فيبقى احنا كده هنحتاج جوخ اسود. بس كده نبدأ دلوقتي مع بعض بقى ازاي نبدأ الجوانتي مع بعض. عندي هنا انا اول حاجة هبدأ الجزء ده بالاسود، بس عشان انا عندي لون الاسود غامق في التصوير فمش هيبان الشرح بتاع الغرزه اللي انا هنعملها، فانا هعمله معاكم دلوقتي باللون الرمادي، لكن احنا هنشتغل الجزء ده بالاسود زي بالظبط رسمه الجوانتي، تمام. هاجي كده هجيب الخيط وهعمل عقده البدايه. انا عندي الجزء ده هشتغله بغرزه النص عمود، وهشتغله بغرزه تديني مطاطيه. شايفين الغرزه دي فيها مطاطيه تسمح لي ان انا الطفل يلبس الجوانتي ويقلعه بطريقه سهله، ومن غير ما يبقى الشغل ضيق هنا اهو، تمام. فاحنا بنعمل الغرزه دي اللي هي شبه الاستيك شويه، هنعملها طبعا باللون الاسود، لكن انا هشتغل دلوقتي بس بالرمادي. هرتفع بثمان سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. 8، الـ8 دي طول الجزء الاسود ده. الجزء ده بامكانك يبقى اطول من كده لو هتعملي الجوانتي ده لعمر اكبر من كده. احنا الجوانتي ده ان شاء الله هنعمله لعمر 4 سنين، فده الجزء الكافي عندي لعمر 4 سنين، لكن لو تعمليه لطفل اكبر من كده 8 سنين او 10 سنين يبقى الجزء ده يبقى عايزاه يبقى اطول من كده، تمام. هرتفع بعد كده بالثمان سلاسل، هرتفع بعد كده بسلسلتين. ليه؟ لان احنا قلنا ان هنشتغلها بغرزه النص عمود، وغرزه النص عمود عندي ارتفاعها 2 سلسله. هسيب لكم في مربع الوصف فيديو شرح النص عمود وغرزه العمود للشرح بتفصيلي اكتر للي مش متابعني من الاول، تمام. لكن دلوقتي انا هشتغل معاكم على طول بغرزة نص عمود. انا هنا ارتفعت بسلسلتين، هاجي بعد كده في اول واحدة من الـ8 وهعمل اول نص عمود معايا، ادي كده 1. في اللي بعده هعمل التاني 2، واللي بعده 3، وهكذا لغاية ما اخلص الـ8. كده انا اشتغلت الـ8 أعمدة، تمام. هاجي دلوقتي بعد كده هرتفع بـ2 سلسلة، لان احنا بنشتغل بالنص عمود، والف الشغل. عندي في السطر ده هنشتغل ازاي؟ هنشتغل في الحلقة الخلفية من الغرزة عندي، بمعنى انا عندي هنا اي غرزة عندي بتبقى مكونة من فوق هنا من حرف الفي، انا هشتغل في الحلقة اللي من ورا مش اللي من قدام، بحيث ان انا هاخد لفة وادي الحلقة اللي من ورا هدخل جواها واعمل النص عمود معايا بالشكل ده. تاني اجي اللي بعدها وادخل واعمل النص عمود، ادي اهو الحلقه الخلفيه، عشان ماليش دعوه بالقدام هاخد اللي ورا، اللي ورا اهي دي ادخل وراها كده واعمل النص عمود بالشكل ده. هكملهم كلهم لغايه الاخر في الحلقة الخلفية من النص عمود. هلاقي كده ان الحلقات الامامية اهي كلها موجودة معايا اهي، ما اشتغلناش عليها. الطريقة دي هي اللي بتخليني اعمل شكل الغرزة الاستيك دي، او ان هي تبقى الغرزة مطاطية شوية معايا.
بالشكل ده. هاجي السطر اللي بعده هرتفع بسلسلتين واعمل نفس القصة، هشتغل برضو في الحلقة الخلفية من الغرز. ادي الحلقة الخلفية هشتغل فيها، كده بالشكل ده، واسيب الحلقة الامامية. يبقى احنا بنشتغل في الخلفية ملناش دعوة بالامامية. هشتغل ده على مدار الجزء اللي يكفيني ان يبقى يعمل لي هنا معصم الايد، بس طبعا احنا بنشتغل باللون الاسود. ادي كده اهو اشتغلته انا باللون الاسود، بس عشان اختصارا لوقت الفيديو. بالشكل ده اهو، وشايفين بص الغرزة طالعة معايا زي الاستيك، بحيث ان هو يديني مطاطية للمعصم بتاع الايد. هاجي بقى كده اقفلهم على بعض. هقفلهم ازاي؟ هقفلهم بغرزة منزلقة. بصوا هرتفع بسلسلة، هدخل هنا تحت الغرزة دي وقصادها الناحية التانية واسحبهم منزلقة، مفيهاش يعني اي فكرة اهو، بس بقى بقفلهم بمنزلقات. ادي اتنين، ادي تلاتة، سبعة، بعد كده اخر واحدة معايا. طبعا انا معلش اللون الاسود فمش باين في التصوير، بس هو مفيش اي حاجة بنعملها غير ان احنا بندخل الغرزتين قصاد بعض، يعني مفيش اي فكرة بنعملها. تمام، هاجي بعد كده اقوم عادلة الشغل. طبعا ده هيكون الظهر، هعدله كده بحيث ان الشغل اللي انا اشتغلته يبقى من جوه ما يبقاش من بره. وادي دي الغرزه اللي انا كنت شغاله فيها حلا اهو. هبدا دلوقتي نشوف ازاي هنعمل السطر اللي بعده مع بعض. هاجي هنا دلوقتي هشتغل السطر ده كله غرز حشو عشان ابدا عليه شغل الاعمده، بحيث ان يبقى عندي الشغل مظبوط. يعني الشغل ده كده طبعا عشان كنا بنشتغل بالطول، فدلوقتي من بنشتغل بالعرض مش باين عندي قوي الغرز، فنشتغل سطر غرز حشو. هرتفع بسلسله عشان دي غرزه حشو، وفي اول مكان عندي هنا هعمل غرزه حشو، هعمل في كل مكان عندي غرزه حشو. ادي واحد، اتنين، تلاتة، وهكذا لغايه النهايه هشتغل غرز حشو، مش هعمل اكتر من كده. هلاقي ان العدد معايا 25 غرزه حشو. كده انا اشتغلت 25 غرزة حشو. معلش يا جماعة هو الخيط عشان اسود فمش باين قوي معايا في التصوير، فبعتذر لكم على النقطة دي، بس احنا هنا بنشتغل فوق كل واحدة، يعني سطر مثلا السطر ده غرزة حشو، وفوق السطر ده غرزة حشو، والسلاسل الامامية غرزة حشو، وهكذا على مدارهم كلهم هيكون معايا 25 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة بعد كده في اول غرزة حشو تقابلني، اللي هي اول واحدة انا عملتها. تمام، هاجي دلوقتي هرتفع بثلاث سلاسل ارتفاع العمود، وفوق كل سطر من فوق كل غرزة حشو من الغرز دي هعمل عمود بلفة. ادي كده واحد، اول واحد اللي هو ثلاث سلاسل ارتفاع، واللي بعده اللي عملته ده التاني، وهشتغل فوقيهم كلهم اعمدة. يعني هشتغل 25 عمود باللون الاسود، وده هيبقى خلاص اخر سطر لينا باللون الاسود، عشان بعد كده يبقى الغرز بعد كده باينة معانا. تمام كده انا اشتغلت فوق كل غرزة حشو عمود بلفة، وهقفل في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع بمنزلق. وكده يبقى انا خلصت اول سطر عندي من اللون الاسود، وفوق كل غرزة حشو عملت عمود، فيبقى كده عندي العدد 25. هعمل سلسلة تأكيد وقص الخيط. كده يبقى انا خلصت باللون ده. تاني سطر عندي هشتغل باللون الاصفر. هجيب اللون الاصفر ونعمل عقدة البداية من اللون الأصفر ونشبكها معانا. ادي كده هبدأ هنا مكان ما انتهيت، وهدخل اللون الأصفر، هسحب كده عقدة البداية في بيت اهي معايا. هرتفع بتلات سلاسل ارتفاع العمود في كده اول عمود عندي. هشتغل فوق كل عمود عمود، بس عندي هنا بس مكان ما بدأت هشتغل فوق اول عمود ده هعمل اتنين، عشان انا عايزة ابدأ اعمل تزايد واعمل مقاس الصباع ده، فعشان ابدأ التزايد ده هشتغل في الجزء ده هنا زيادات بس في السطر ده بس، او في اللي هو الغرزة دي بس اللي هي غرزة النهاية هنا، اللي هي اول واحد بدأ بيه، وبعد كده باجي انهي عنده الشغل ببدأ فيه بعمل فيه تزايد. فانا عملت واحد، ففي نفس المكان هعمل واحد تاني، يبقى كده تزايد معايا.
بعد كده هشتغل فوق كل عمود من الأعمدة اللي جاية دي كلها أعمدة، هاخد بس الخيوط دي معايا وانا بشتغل اخفيها بالمرة اهو بالشكل ده، فوق كل عمود عمود، مفيش بس غير اول واحد بس اللي انا عاملة فيه تزايد كده وخلاص. انا اشتغلت فوق كل عمود عمود طبعا زي ما احنا شايفين، في اول واحد بس اللي عملت فيه التزايد. هقفل في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع بمنزلقة، واعمل سلسلة التأكيد وقص الخيط. ده يبقى كده عندي تاني سطر عندي من الأعمدة. تمام، هاجي بعد كده السطر اللي بعده ولغاية النهاية هشتغل باللون الرمادي بس. هجيب اللون الرمادي اعمل عقدة البداية برضو من اللون الرمادي، هاجي بعد كده بصوا اهو هنشوف ازاي هندخل لون تاني. هاجي كده اهو في الغرزة هدخل تحتها كده واسحب عقدة البداية، وبعد كده ارتفع بتلات سلاسل الارتفاع اللي انا هشتغل بعمود. طبعا زي ما اتفقنا هنشتغل عمودين، ادي واحد وفي نفس المكان هعمل التاني. هاجي بعد كده فوق كل عمود هعمل واحد، طبعا برضو الخيوط دي هناخدها نخفيها واحنا بنشتغل. بالشكل ده هنشتغل كده لغاية النهاية فوق كل عمود عمود من غير اي تزايد تاني، مفيش عندي تزايد غير في اول واحد بس عملت فيه اتنين. تمام، هيبقى كده عندي العدد 27، كان 25 بقى 6 دلوقتي هيبقى 27. انا بقول العدد للي حابب انه ينفذ معايا نفس المقاس ده كده. انا خلاص خلصتهم، هقفل في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع بمنزلق بالشكل ده. هنيجي السطر اللي بعده هنتفع بثلاث سلاسل ارتفاع العمود، وفي نفس المكان هنعمل التزايد اللي عليه الدور كده. هيبقى لو ما هشتغل السطر ده كله هيبقى العدد معايا 28. هشتغل بعد كده فوق كل عمود عمود، يبقى مفيش غير اول واحد بس اللي هيبقى فيه تزايد، فوق كل عمود عمود لغاية النهاية. احنا بنعمل الجزء ده ليه؟ عشان بس نعمل مقاس الصباع كده. هو اشتغلت فوق كل عمود عمود، هرجع دلوقتي هقفل في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع بمنزلقة. السطر اللي بعده عندي ارتفع بثلاث سلاسل ارتفاع العمود، وفي نفس المكان هنعمل واحد تاني اللي هو التزايد، وارجع اشتغل بعد كده فوق كل الاعمدة عندي عمود، والعدد عندي هيزيد عمود واحد بس اهو زي ما اتفقنا. في اول واحد بس نعمل تزايد وبعد كده نشتغل اعمدة. كده انا اشتغلت السطر كله اعمدة فوق كل عمود عمود، معملناش تزايد بس اللي في اول واحد. هاجي بعد كده ارتفع بثلاث سلاسل ارتفاع، وهيبقى ده اخر سطر عندي في التزايد، وفي نفس المكان ده هعمل عمود، وارجع اشتغل فوق كل عمود عمود، هلاقي عندي العدد في النهاية 30 عمود كده. وخلاص خلصنا السطر ده، وده كده كان اخر سطر عندي. كده هقفل في سلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع بمنزلقة، واعمل سلسلة التأكيد وهقص الخيط. ده هيبقى كده شكل الجزء عندي الرمادي، بصوا اللي هو مقابل لده. طبعا مش هيبان دلوقتي الا لما نطلع منه الصباع. طب دلوقتي عايزين نطلع الصباع مع بعض، هنطلع الصباع ازاي؟ هنيجي دلوقتي كده هنعد هنا، عايزه الصباع ده عايزه اسيب خمس سلاسل، خمس يعني اعمده وخمس اعمده من الناحيه دي. فهاجي كده ادي كده 1 2 3 4 5، وادي هنا اهو من الناحيه دي ادي 1 2 3 4 5، يبقى هما دول اللي عندي مسافه الصباع. هاجي هشبك خيط من اول هنا اهو، من اول الخمسه 1 2 3 4 5، هشبك هنا خيط وهعمل ثلاث سلاسل 1 2 3. ليه هعمل ثلاث سلاسل؟ عشان لما اروح للناحية التانية كده
يبقى عندي مسافة كويسة للصباع اللي هما الخمسة والخمسة والتلاتة دول. تمام، فانا هنا اهو كده سبت خمسة، ادي كده 1 2 3 4 5، ادي كده هنسيب من هنا خمسة برضو، ادي 2 4 5. في اللي بعده ده هقوم عاملة المنزلقة، عشان كده ابقى انا روحت الناحية التانية عندي هنا اهو كده، يبقى كده سبت مسافة الصباع اهو، بصوا سبت خمسة وخمسة وهنا عملت تلاتة، فيبقى ده كده مسافة الصباع. هنا هشتغل بقى الجزء ده داير ما يدور، هنشتغل كذا سطر وبعد كده هنشتغل الصباع، فهيبان معانا الجزء ده اللي زي ما احنا عاملينه كده اهو بالظبط. تمام، هنبدأ دلوقتي نشتغل. هرتفع بتلات سلاسل ارتفاع العمود، 1 2 3، وهاجي دلوقتي هشتغل فوق كل عمود عمود، وفوق التلات سلاسل دول عمود، يعني ادي تلات سلاسل كده، ادي 1 وادي السلسلة التانية 2 وادي التالتة 3، وهاجي بعد كده هشتغل فوق كل الأعمدة دي أعمدة، ادي كده اهو هشتغل أعمدة داير ما يدور لغاية ما أوصل للتلات أعمدة اللي احنا لسه عاملينهم حل كده. هو خلاص انا اشتغلت ووصلت لغايه الثلاث سلاسل الارتفاع اللي انا ارتفعتهم، هقفل في اول واحد اول سلسله منهم بمنزلق، هاجي بعد كده ارتفع بثلاث سلاسل ارتفاع العمود وهشتغل فوق الجزء ده كله اللي انا عملته فوق كل عمود عمود، هشتغل سطرين، يعني هشتغل واحد وبعد كده هقفل المنزلقه وارتفع بثلاث سلاسل ارتفاع واشتغل واحد تاني، هشتغل الاثنين دول عشان مطولش عليكم، وارجع لكم نشوف هنعمل ازاي الصباع ونكمل شكل باتمان كده. هو خلاص انا اشتغلت السطرين زي ما اتفقنا مع بعض فوق كل عمود عمود، وده كده شكله بعد ما خلص. دلوقتي هعمل سلسلة التأكيد وهقص الخيط، ده الخيط ده خلاص هنخفيه. طيب دلوقتي عايزين نشتغل الصباع ده، هو بصوا هذا كده الشكل اهو معايا بالظبط زي ده. طيب دلوقتي بقى عايز اشتغل فوقيه للصباع، هاجي هنا وهاخد الخيط بتاعي وهعمل عقدة البداية من اللون الرمادي وهسحبها من الخيط وارتفع بثلاث سلاسل ارتفاع العمود. هشتغل بعد كده عندي فوق كل عمود عمود، الأعمدة دي اللي أنا سبتها هنا هشتغل فوقيها عمود، والتلات أعمدة دول هشتغل فوقيهم عمود، ادي كده عمود فوق كل عمود هشتغل عمود. بالشكل ده، وفوق التلات أعمدة عندي اللي عملناهم عمود، فكده هيديني الصباع بتاع الإبهام، هو بس سطر واحد بس مش أكتر اللي هشتغله. وبناخد الخيوط دي معايا بتاعت البداية ونهاية السطر اللي فات ونخفيهم بالمرة واحنا بنشتغل. كده هو انا اشتغل فوق التلات اعمدة، ادي 1 وادي التاني، وادي التالت، وعندي كده اخر عمود هشتغل فوقيه. بعد كده هعمل منزلقة في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع، لان كده خلاص خلصت عشان اقفل الصباع، يبقى كده ده شكل الصباع معايا. هعمل سلسلة التأكيد واقص الخيط. بصوا كده ده الشكل معايا، ده الخيوط هنا اللي دي اخفيناها واحنا بنشتغل، هنقصها خلاص مش عايزينها تاني. ادي كده هو شكل الصباع معايا لما خلص، بصوا بالشكل ده اشتغلنا فوق كل عمود عمود، حتى الثلاث سلاسل اللي اشتغلنا هنا فيهم اعمده اشتغلنا قصادهم اعمده، بحيث ان ده يبقى كده الشكل النهائي معايا، ده يبقى كده شكل الجوانتي
معايا. دلوقتي فاضل ان احنا نعمل الجزء الاصفر ده عشان نركب عليه شكل باتمان. طبعا الخيوط دي هنخفيها. هنجيب الخيط الاصفر كده اهو، جبنا عقدة البداية من اللون الاصفر. عندي هنا هشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعد كده هرتفع ب3 سلاسل ارتفاع العمود، ادي 1 2 3، وفي اول واحدة من الخمسة هعمل عمود. يبقى انا كده عملت 5 سلاسل، وبعد كده ارتفعت ب3 اعتبرتهم عمود، وفي اول واحدة من الخمسة عملت عمود، وفي نفس المكان هعمل عمود تاني. عندي بعد كده هيتبقى من السلاسل دي 4، لان احنا عملنا في واحدة فيها عمودين. الاربعة دول هشتغل فوق 3 منهم 3 اعمدة، يعني ادي كده 1، اللي بعدها 2، اللي بعدها 3. بعد كده هيتبقى لي واحدة بس عندي من الخمسة، هشتغل فيها 6 اعمدة في نفس المكان، يعني كده 1 2 3 4 5 6، ده كل ده في نفس المكان عندي. وبعد كده هرجع اشتغل قصاد ال3 اعمدة دول 3 اعمدة الناحية التانية، ادي كده 1، وهاخد خيط البداية معايا اخفيه بالمرة وانا بشتغل، ادي كده 2، ادي كده 3. هاجي بعد كده هلاقي الغرزة اللي انا ارتفعت فيها ب3 سلاسل ارتفاع واللي عملت فيها عمودين. انا هنا اشتغلت 6، يبقى انا هنا عايزاهم 6، يبقى فاضل لي ان انا اعمل 3، ادي كده في نفس المكان ده هعمل 3، بحيث ان انا هعمل 3 وعند 3 سلاسل ارتفاع ده عمود، والاتنين دول يبقى كده 6، ادي كده 1، في نفس المكان تاني 2 3، يبقى كده انا خلاص خلصت الستة بالشكل ده. وهقفل في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع بمنزلقة. تمام، ده كده عشان اعمل الجزء ده الاصفر للجوانتي اللي مقاس ال4 سنين ده. طب فرضا انا عاملة جوانتي مقاس اكبر من كده، هبدأ السلاسل اللي انا هبدأ بيها دي مش هبدأ ب5، هبدأ ب7 مثلا. فمبدأ ب7 الجزء ده هيبقى اطول معايا، وهنشتغل اسطر عليه فهيبقى الجزء ده اكبر. هبدأ ب9، هبدأ ب10، هبدأ باكتر من كده. وتاني حاجة، انا هنا هعمل الجزء ده من سطرين، يعني كده سطر وهعمل واحد تاني، لا ممكن اعمل من 3، ممكن اعمل من 4، هوريكم ازاي هيبقى التزايد بعد كده، بحيث ان انا اعمله يبقى الشكل اكبر من كده يكفيلي للجوانتي ان انا بشتغل عليه. هاجي دلوقتي ارتفع ب3 سلاسل ارتفاع العمود، وفي نفس المكان هعمل عمود تاني، يعني ال6 اعمدة دول اللي انا هنا اشتغلتهم مع بعض هيبقوا 12. انا فوق الستة دول هشتغل فوق كل واحد 2، ادي كده ده اشتغلت فوق 2 وده هشتغل فوق 2 وده 2 اهو. وبعد كده عندي هيجي ال3 اعمدة دول، حاسه ان انا هتلخبط من بدايه الستة دول ونهايتهم فين، اعلمهم بماركر البدايه والنهايه بتاعه الستة، بدايه ونهايه بتاعه الستة، وهسيب في النص ال3 دول وال3 دول بس. حاسه ان انا مش هتلخبط، هنبص هنا الغرز نفسها مبينه شكلها، هنا الستة اهم مع بعض، فدول فاضلين الاتنين دول اعمل فوقيهم عمودين وعمودين، ادي كده 1 2 في نفس المكان، وادي اللي بعدها 1 2 في نفس المكان. واجي بعد كده اشتغل ال3 اعمدة، 1 2 3، هلاقي بعد كده هيقابلني هنا الستة اللي انا عملتهم، هعمل فوق كل واحد 2، ادي كده 1 2، ادي كده اول واحد، اللي بعده 2، واللي بعده 2، وهكذا لغاية ما اخلصهم كلهم، اخلص الستة. الستة عندي كده هيبقوا 12، لان انا اشتغلت فوق كل واحد عمودين. هاجي دلوقتي عندي ان انا اشتغل ال3 اعمدة دول، ادي كده 1 2 3. لو انا شغلي مظبوط هلاقي ان فاضل لي 3 اعمدة بس، لان انا اشتغلت على 3 هنا، يبقى فاضل لي هنا 3. لو انا شغلي مش مظبوط هلاقي ان هنا في اكتر، انا عندي هنا 3 لان انا شغلي مظبوط، يبقى هنشتغل فوق كل واحد من دول 2، ادي 1 2، ادي كده 1 2، واللي بعدها 1 2، كده يبقى انا خلاص خلصت الجزء بتاعي ده كله.
هقفل بعد كده بمنزلقة في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع. يبقى انا كده قفلت الشكل معايا. يبقى انا هنا اشتغلت فوق الثلاثة دول والثلاثة دول زي ما هما، لكن الستة دي والستة دي اشتغلت فوق كل واحدة منهم اتنين، فاعطاني الشكل ده. هنا هعمل سلسلة تأكيد وهقص الخيط. طيب انا قلت لكم هوريكم لو عايزين نعمل مقاس اكبر. مقاس اكبر هعمل التزايد، نفس فكرة التزايد بتاع الدايرة. يعني السطر الجاي هيكون واحدة فوقها عمود واللي بعدها فوقها اتنين عمود، الواحدة فوقها عمود واللي بعدها اتنين عمود، واحدة عمود اتنين عمود، لغاية ما اخلص ال 12 دول بس. وبعد كده فوق التلاتة دول هشتغل تلاتة، وبعد كده هشتغل برضه نفس النظام، مرة واحد مرة اتنين، مرة واحد مرة اتنين، وهكذا. هتلاقيها بقت اكبر معايا بالظبط. انا الجزء ده عملته اكبر في فيديو الكوفية بتاعة باتمان، تقدروا ترجعوا للفيديو الكوفية وتشوفوها شرح تاني عملي ازاي اعملها بمقاس اكبر. تمام. طيب دلوقتي بقى علينا ان احنا خلاص هنثبتها ونلزق عليها الجزء ده. هنجيب الابرة، ابرة فتحتها واسعة عشان اخيط بيها. حابة تخيطي فتلة وابرة عادية تمام، او حابة ان انتي تلزقيها بمسدس شمع تمام. الطريقة اللي تريحك في تثبيت الجزء ده اشتغلي بيها. انا عن نفسي هنا هشتغل بالخياطة بنفس اللون تمام. هنا هثبتها ازاي؟ زي ما ثبت هنا هثبت هنا. هنا انا سبت عمود وسبت عمود، يبقى انا هنا برضو هسيب عمود واسيب عمود، عمود وعمود، واثبت الجزء ده في النص ما بينهم. اثبته كده بايدي، او لو انا حاسه ان الشغل هيروح ويجي معايا هثبته بدبابيس وبعد كده ابدا اخيط. كده هنبدا نخيط مع بعض. الخياطه بطريقه اللي تحسيها سهله بالنسبه لك. هنكمل كده داير ما يدور الجزء كله ده كده اهو. خلاص بعد ما ثبتناها نيجي دلوقتي بقى عايزين نثبت الجزء ده عليها. دلوقتي زي ما قلت لكم هنقصها بالجوخ، هنجيب الرسمه من على النت ونقص زيها تمام. كده انا قصيت المقاس الملائم ليا للجزء ده، دلوقتي هثبته بالشمع. وده كده شكله خلاص بعد ما ثبتناه خلاص مسدس الشمع، وبقيوا الاتنين كده زي بعض. هتلاقي عندي الفردتين زي بعض. بصوا احنا لما بنشتغل الفرده بتبقى اتجاهها كده تمام. هاجي هعمل واحد تاني زيها وهشتغل هقلبها كده وهشبك الخيط واشبك عليها الجزء ده، بحيث ان يبقى في فرده يمين وفرده شمال، ما نعملش فردتين نفس الاتجاه عشان خاطر يبقوا الاتنين معدولين. يعني هي كده الفرده لما بنخلصها بيبقى شكلها كده، انا هعكسها كده بس واحط عليها الجزء الاصفر ده، وده يبقى كده شكلها النهائي بعد ما خلص. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو مع بعض. يا رب يكون الشرح كان سهل وبسيط وقدرت اوصل لكم معلومه. طبعا اي اسئله او استفسارات ما تنسوش تكتبوها لي في الكومنتات او تبعتها لي على رسائل الصفحه، ومنتظره تطبيقاتكم تبعتها لي على رسائل الصفحه. كانت معاكم نورهان النشار من قناه نينا كروشيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.